أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. شنت قوات الأسد وروسيا غارة على مدن وبلدات سورية بالرغم من دخول اتفاق تخفيف التصعيد حيز تنفيذ، إذ شنت قوات الأسد هجوما براجمات الصواريخ على بلدة الغارية الغربية في ريف درعا الشرقي، كما وثق مركز حماة الإعلامي 20 خرقا لقوات الأسد وروسيا في ريف حماة الشمالي، كما وثق المركز 3 عمليات قصف مدفعي تم من خلالها قصف 60 قذيفة مدفعية وصاروخية على مدينة اللطامنة في ريف حماة الشمالي. كذلك وثق المركز 4 غارات جوية روسية بالقنابل العنقودية والفراغية على المدينة وما حولها. أعلنت قيادة عمليات قادمون يا نينوى في بيان لها عن إكمال تحرير منطقة مشيرفة في الكامل بالكامل في الجانب الأيمن للموصل، وأوضح البيان أن قطاعات الفرقة المدرعة 9 حررت حي مشيرفة الأول ليتم بذلك تحرير منطقة مشيرفة بالكامل بعد تكبيد داعش خسائر كبيرة بالأرواح والمعدات. أحرزت قوات الشرعية تقدما مهما في سلسلة جبال العقبة التابعة لمحافظة الجوف الحدودية، كما استهدفت مدفعية الجيش اليمني معاقل الميليشيات الانقلابية في منطقة سرواح. من جهة أخرى أعلنت قيادة محور تعز عن سيطرة القوات الشرعية على معسكر العمري بالكامل في مديرية ذباب غربي محافظة تعز. قالت الرئاسة النيجيرية إن جماعة بوكو حرام أطلقت سراح 82 فتاة اختطفتها في 2014 في بلدة تشيبوك في شمال البلاد مقابل تسليم أعضاء من الجماعة المتشددة كانت تحتجزهم السلطات. وقالت مصادر أمنية إن المفرج عنهن سيغادرن على متن طائرة إلى مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو الأحد. لقي شخصان حتفهما وأصيب 6 آخرون في انفجارين تبنهما داعش في العاصمة الفلبينية مانيلا. ووفق الشرطة فإن الانفجاران وقعا قرب مسجد في كيابو إحدى مناطق مانيلا القديمة، حيث توجد أحياء عشوائية كبيرة. تغلب نادي ريال مدريد الإسباني على مضيفه نادي غرناطة برباعية نظيفة ضمن الجولة 36 من الدوري الإسباني، وأحرز خيميس رودريغيز هدفين لصالح ريال مدريد في الدقائق الأولى من المباراة، ثم أحرز مهاجم الفريق ألفارو موراتا هدفين آخرين. إلى اللقاء.